يا مساء الخير، يا مساء السعادة، لقاء جديد وأحلام مواطن. آخر أسبوع في رمضان، ربنا يا رب يعدي الأيام دي كلها على خير. أعتقد أحلام مواطن كنا موجودين معاكم من أول يوم رمضان، وأكدنا أن أعمال الخير ممتدة مع برنامج أحلام مواطن ومؤسسة سقيا الماء، ووعدتكم شخصيا أن كل تقرير أو استغاثة أو طلب ربنا جعلنا سبب مع مؤسسة سقيا الماء أن الناس تطلبها مننا في شهر الخير، مش هيخلص رمضان غير وإحنا بنعرضها وبنحققها، وربنا بيجعلنا ان شاء الله دايما سبب لاسعاد الناس. هنشوف ده ان شاء الله النهارده على مدار حلقتنا. طبعا احنا متفقين ان الناس كلها مترقبه المشهد في الوقت الحالي، ولكن عاوز اقول لكم ان احنا قدامنا فرصه عظيمه جدا، الا وهي ليله القدر اللي لسه كلنا بندور هنستشعرها ولا لا في العشر الاواخر. يا ترى كل واحد فينا هيبقى بيعيشها ازاي؟ يا ترى ايه علاماتها؟ ايه فضلها؟ امور كتير جدا ربما كلكم تكونوا عارفينها، ولكن النهارده ان شاء الله هنتكلم عنها بشكل اوسع واشمل. نحاول ربنا باذن الله تعالى يبقى سبب ان لو ربنا كرمنا فيها كده واستشعرناها، ان الناس كلها تبقى بتدعي ربنا ان نعدي الازمه دي على خير، لان واضح ان القلق يوم بعد يوم بالنسبه للناس بيزيد. فعلشان كده ان شاء الله النهارده حديثنا كله هيكون حوالين ليله القدر، وجنبه تحقيق الاحلام والمطالب والاستغاثات وكل نشاطات مؤسسة سقيا الماء اللي حصل على مدار الفترة السابقة وكمان الفترة القادمة. علشان كده خلوني برحب على طول معايا فضيلة الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بك فضيلة الشيخ ومنورنا شيخ. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. كله تمام؟ الحمد لله والله في نعمة. خلاص آخر أسبوع في رمضان، آخر 10 أيام الناس كلها زي ما بيقولوا كده بنودع رمضان. يعني لو بسرعة برضه شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما زي ما بيقولوا كده الايام الحلوه بتعدي بثواني. وربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن رمضان في سوره البقره الايه الثانيه على طول يقول اياما معدودات. اياما معدودات، يعني هو رمضان اقل عدد ليه 29 يوم واقصى عدد ليه 30 يوم. فاللي هو انت بقى يعني فعلا 30 يوم دي مش حاجه كتيره، اللي هو شهر وعدى. يعني كنا قبل رمضان بيقولوا امتى رمضان يجي؟ في اول رمضان يا ده احنا لسه اول يوم، ده احنا لسه تاني يوم. الناس اللي هي بتحس بمشقه وبصعوبه في الصيام ومش واخده على الصيام بيعاني من موضوع الصيام في اول رمضان. دلوقتي خلاص احنا 23 رمضان، يعني كلها 6 ايام وينتهي رمضان ويمضي رمضان. قبل ما يمضي رمضان عاوز اشوف معاك تقرير ووري للناس، واحنا قاعدين في بيوتنا 23 يوم اكل اشكال والوان، حظر ووجود في البيت وتواجد، وناس كتير كانت زعلانه وحزينه انها زهقت من الاكل وزهقت من القعده في البيت، واللي هيتخن واللي عنده مشاكل. كنا هناك مع سقيا الماء في اسيوط في مركز العونه في ساحل سليم، اثناء تنفيذ لبعض المبادرات اللي مكملينها مع مبادره اهالينا والمؤسسه، اللي بنشوف بعض المباني او البيوت اللي محتاجه دعم والاسر اللي محتاجه دعم المؤسسه، فدايما انت متعود معانا بنبقى موجودين هنا. عايز اوريك قصه وحكايه مع الساده المشاهدين لناس بيتهم وحياتهم عامل ازاي وطلبوا مننا ايه، والاهم كانوا بيفطروا ايه وبيجهزوا فطار ايه قبل الاذان بساعتين. احنا معانا يا جماعه التقرير ده جاهز، ممكن نقدمه ولا ايه؟ طيب ماشي، لسه ما جهزوهوش هم. طيب. طبعا كانوا النهارده ربنا يعديها كده على خير ان شاء الله. ارجع معاك يا شيخ احمد فضل العشر الاواخر والناس العلامات البارزه في موضوع ليله القدر، اللي الناس بقى بتقعد في اقاويل كتير جدا يقول لك الشمس بتطلع من غير بقى اشعه حارقه في اليوم دوت، في نسمات مختلفه. حابب كده العناوين العريضه برضه في كيف نستشعر ليله القدر في العشر الاواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نسال الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ان يبلغنا ليله القدر وان يجعلنا من اهلها وان يوفقنا لقيامها، اللهم امين. لو احنا حبينا نتكلم احنا عندنا شقين، شق نتكلم فيه عن فضائل ليلة القدر، والشق الثاني نتكلم عن علامات ليلة القدر، ازاي انا اعرف ليلة القدر. خلينا نتكلم عن فضائل ليلة القدر. علشان انا عاوز كل واحد من السادة المشاهدين والمشاهدات، انا مش عايز الكلام ده يفوتك وتركز فيه قوي، علشان في ناس ممكن يا استاذ هاني يعني اللي هو ليلة القدر ممكن يعتبرها ليلة زي اي ليلة، ممكن واحد يقصر فيها ولا يقيم ليلها ولا يجتهد فيها. لا، انا عايزك تخلي بالك قوي قوي ان انت الليالي الوتريه، وبعدين مش الليالي الوتريه بس، اللي هي 21 و23 و25 و27 و29 الخمس ليالي بس تجتهد فيها. لا، انا عايزك تجتهد في العشر الاواخر، وما تجتهدش في العشر الاواخر مفترض انك بتجتهد من اول ليله في رمضان. انت ما بتعبدش ربنا سبحانه وتعالى في ليله وخلاص ولا ليلتين وخلاص. لا، انا عايزك تاخد النور، عايزك تاخد الخير،
الخير، عايزك تاخد البركة، عايزك تاخد الثواب. النبي عليه الصلاة والسلام أنا ألعن ليلة القدر إيه؟ ومن حرم خيرها فقد حرم. يعني هي مليانة خير، اللي يحرم الخير في ليلة القدر يبقى حرم خير كتير قوي. قبل ما نحرم الخير طيب هطلع فاصل سريع وأكمل معاك، لأن أنا شخصيا عايز أستمتع معاك بتفاصيل عميقة أكتر عن قصة ليلة القدر. أطلع فاصل سريع وأرجع أكمل معاكم، من فضلكم ابقوا معنا. اهالينا ومؤسسه سقيا الماء وبرنامج احلام مواطن في محافظاتنا في الصعيد، معانا احد المنازل تاني زي ما كملت معاكم وشفت معايا في تقرير سابق. خليني اتعرف عليك يا حاجه، اسمك ايه؟ محاسن عبد المعطي محمد سعيد. عندك كام سنه يا حاجه محاسن؟ 65 سنه. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. عايشه هنا بقالك كام سنه؟ انا ليا ايدي 50 سنه هنا. يعني عمرك كله عايشه هنا؟ ايوه عايشه هنا، اتجوزت عيالي ما معيش حاجه وعلى الله. عايشه في البيت مع مين يا حاجه؟ عايشه وحدي. لوحدك؟ ايوه. البيت زي ما احنا شايفينه كده، ما فيش سقف بقى ولا في اي حاجه تنامي عليها او تعيشي بيها، الدنيا صعبه. صعبه، انا عامله شويه نابت النهارده، ما فيش اي حاجه، وجايبه قرض وعايزه اودي البنات على العيد، ما فيش حاجه والله العظيم، ما معي اي حاجه، وجوزت عيالي تعبانه، يعلم ربي كلها حسب ربي. النهارده واحنا في صيام رمضان، الفطار فاضل ساعتين صايمه وبتجهزي فول نابت. ايوه والله يا ها. والله تعبان، ولدي تعبانين بطوري. ربنا ان شاء الله يجعلنا سبب مؤسسه سوقيا الماء تقف جنبكم يا حاجه، ونحاول نقدم كل انواع الدعم. شايفين معايا يا جماعه، خدوا بالكم، بتقول لي احنا دلوقتي الساعه 4:30 ودقيقتين، يعني فاضل بالظبط ساعتين على اذان المغرب. احنا هنا في اسيوط يا جماعه بتعمل فول نابت، خد بالك يا اللي بتاكل في البيت وبتقول خايف اتخن من القعده، فطار اسره فول نابت في مركز العاونه في اسيوط، وكمان مش بوتاجاز ولا باجور، ده بيسموه هنا كانون يا جماعه، فحم زي ما انتم شايفين، عشان تعرفوا ان احنا كلنا في نعمه مش حاسين بيها. وغيرك ادي افطاره، غيرك بياكل ويعيش كده. ان شاء الله يا ماما باذن الله ربنا يجعلنا سبب كسقيا الماء واحلام مواطن، ونساعدكم ونقف جنبكم، ولقمه بالبركه وبالحلال حتى لو كانت نابت احسن من لحوم الدنيا. الحمد لله الحمد لله يا رب. طب نفسك في ايه من خلال مؤسسه سقيا الماء؟ لو قلت لك بص للكاميرا كده، طلباتك يا امي تامورينا. حتى اعملوا لي حته وضع، اعملوا لي حاجه، ساعدوني ساعدوني في وحده، ساعدوني في قسط، اودي البناتي. ايوه صعب علي بناتي، وولدي معهمش حاجه بطوري، انا معي ثلاثه وبطوري مرت ولد كل واحد. بناتك قد ايه يا ماما؟ معي اثنين، واحده في الشيخ شحاته وواحده في الشاميه، اودي لهم على قدي، ما اضربش في العالي. على قد ظروفك، وهم ظروفهم برضه صعبه، على قد ظروفي. ايوه على قد حالي، والمعده والحمد لله الحمد لله. ما فيش احسن من كلمه الحمد لله. الحمد لله. والله العظيم احنا كلنا في نعمه مش حاسين بيها، والله العظيم. جبت 7000 اسلك من دي ومن دي، وكده بقى راح اجيب لك الكرب. لا مصدقيني كمان، مصدقيني. وعياني وعامله عمليتين في عيني، ما فيش حد يساعدني، عاملاها
دايما يوم ما نفتكرك، وزي ما قلت لكم يا جماعه ربنا بيجعلنا اسباب لبعض. المشهد مؤثر جدا، الكلام والدعم ده كلام فاضي، المهم الدعم الحقيقي، بيتها وعيشه تعيش فيها، وهو ده الاهم اللي احنا هنعمله بالدعم المادي للاسره دي، وكمان بانشاء بيت وحجره ليهم تبقى ادميه يقدروا يعيشوا من خلالها. هي دي حمله اهالينا، وهي دي مؤسسه سقيا الماء وبرنامج احلام مواطن. لازم ناكد ونقدم دايما الدعم الحقيقي للناس اللي وانت في البيت في التكييف غيرك كانت دي حياته. طبعا كل الكلام هيكون متواضع جدا، لو حبيت تعبر بشكل اكبر واعمق من الناس اللي احنا سجلنا معاهم هناك دول. شيخ احمد، حملة اهالينا، وكنا بدأنا باعمار 60 منزل في ادفو اسوان، ما شاء الله بدأنا في 10 بيوت، وبدأنا مكملين اعتقد دلوقتي كمان في اسوان المنزلين دول. عاوز اخد تعليق على التقرير في اسيوط، عاوز اخد تعليقك لسيما بقى كمان ان هي ما بين الظروف الصعبة والبيت الصعب والحياة دي كمان كانت بتجهز فور نابت هي واسرتها. نعمة اللي احنا فيها يا شيخ احمد. والله الكلمات عاجزة، انا عيني دمعت وانا بشوف الموضوع ده، وحطيت نفسي انا دايما يعني بحب اعيش اللحظة ان انا مكان الست دي. انا كم مرة في حياتي، واللي شايفني دلوقتي، انت كم مرة اكلت فول نابت في حياتك؟ بالظبط. وبتاكلوا امتى؟ ده فطارهم، ده فطارهم في اسيوط، ده فطار اسرة من الاسر، ومش لاقية، وعندها 3 بنات، وعندها زوجها، وزوجها تعبان، والبيت اللي انتوا شايفينه مش بيت، ده عشة. العشه ديت يعني زيها زي عشه عصفور ولا عشه طائر، لو شويه مطره نزلوا عليها يبهدلوا الدنيا، ولا هينفع فيها معيشه، ولا ينفع فيها نوم، ولا ينفع فيها قعده، ولا ينفع فيها اكل، ولا ينفع فيها شرب. وبعدين حتى الحله اللي موجوده عليها بتعمل فيها فول نابت، فول نابت هو ده فطار اسره يا جماعه. فول النابت اللي انتوا شفتوه ده هو ده فطار اسره، وده البوتاجاز اللي بتعمل عليه، هي دي البوتاجاز الخمس شعلات اللي بتاع 2020. شوف، هو دي خمس شعلات مش شعلة، ده شوية خشب بتولعهم تحت الحلة وتعمل عليها الفول النابت. هو ده، هو ده الفطار بتاع الأسرة دي. احنا يا جماعة لو ما اتحركناش وشفنا احتياجات أسرة زي دي، اللي بفضل الله، بفضل الله مؤسسة سقيا الماء أستاذ هاني، وده برضو كان وعدته المؤسسة طبعا باستكمال المنازل دي زي على نهج اللي حصل في إدفو، هيتعمل لها بيت. هيتعمل لها بيت طبعا، بالإضافة كمان. يبقى دي مبادرة جميلة جدا، لما تروح مؤسسة سقيا الماء وتشوف أسرة زي دي وتشوف احتياجاتها ايه، احتياجاتها ان يتعمل لها بيت، المؤسسة على الفور واحنا موجودين خلاص، احنا خدنا الخطوة ان هيتعمل لك البيت، وهيتعمل لك بيت وتتسلميه على المفتاح. هو ده حقك، هو ده اقل حاجة نقدمها لك، لان ديت زي والدتك وزي والدتي، وعيالها زي اخواتي وزي اخواتك. لازم نقف جنبها، لازم نتواصل معاها، لازم نعطف عليها، لازم نرحمها، لازم تحس ان لها اخوات، لازم تحس ان لها اولاد، لازم تحس ان حد واقف جنبها. هم هناك كمان يا شيخ احمد كانت بتقول لنا انا مش متوقعه ان حد كان يجي لي هنا، الكواليس بقى اللي ورا الكاميرا، خصوصا انها عامله كمان عمليه في عينيها، وعامله بقى كارد 7000 جنيه بالنسبه لها كما لو كانوا 7 مليون جنيه، مش قادره ان هي تتعامل معاهم، فظروفها هي وابنائها اللي موجودين معاها صعبه جدا. وبعتقد بتبقى هي دي القيمه، ان سقيا الماء بتنتقي دايما الحالات. انا مش مكتفي لغايه اما اخلص بس اللي انا فيه في ادفو في اسوان ده، وانا في اسيوط في ساحل سليم لما يا جماعه بحث الحاله بقى وفي منازل من دي اتحركت سريعا المؤسسه والبرنامج. اعتقد دي بتبقى قيمه. ولذلك يا استاذ هاني انا عايز اقول للمشاهدين، ثقوا تماما ان اموالكم وتبرعاتكم وصدقاتكم واسهاماتكم اللي بتحطوها لمؤسسه سقيا الماء بفضل الله، بفضل الله، لان احنا كجروب من الدعاء والمشايخ اللي متواصلين مع مؤسسة سقيا الماء حريصين كل الحرص ان احنا نحط فلوسكم في اماكنها الصحيحه. دي دعوه ان احنا نتعامل يا جماعه مع الست دي، والبيت ده عايزين نعمله لها في اقرب وقت. وزي ما وعدنا ناس في قنا وفي اسيوط، كان معانا التقرير اذاعناه هنا في اول رمضان، حابب برضه اطلع اوري الساده المشاهدين سريعا قبل ما وقتنا يداهمنا. الناس دي كانت طلبت من البرنامج والمؤسسه بعض الطلبات في اول رمضان، رحنا لهم وربنا جعلنا سبب لاسعادهم. نطلع نشوف التقرير ونرجع. يلا نشوف التقرير ونرجع.
برنامجي اسمه احلام مواطن، اقول لك انت بتحلمي بايه؟ تقولي لي حلمك ايه؟ نفسي نكملوا بيتنا ونعيشوا حياه جميله ونكملوا ونقف ونجيبوا سرير ودولاب ونظبطوا يعني زينا زي اي حد يحلم عادي. كل اللي نفسك فيه ان انت تكملي البيت وتجيبي سرير ودولاب، دي امنيتك؟ ايوه امنيتي، واكمل تعليمي الحمد لله، واكمل برضك ان انا اسعى لان انا القى وظيفه عشان بكره وبعد اقدر اصرف على اخواتي اللي لسه دول هيكبروا، اساعدهم انهم يحققوا برضك طموحهم. الاسره اللي انا واقف معاهم دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا، كنت سجلت معاهم من اسبوعين وكانوا ليهم طلبات ومحتاجين شويه دعم، فاكدنا ان احنا واحنا النهارده 14 رمضان كان لازم نيجي عشان نفرحهم ونقدر ناكد رساله سخيا الماء للتنميه، ان اللي يحتاج حد وما يلاقوش جنبه دور فقط على سخيا الماء، لان سخيا الماء اسم غير كل الاسماء. هو ده كلام وشعار؟ لا، انا كنت هنا من اسبوعين كاحلام مواطن وسخيا الماء وموجود عشان افرحهم النهارده. انا عاوز يعني اخد منك كلمه، لما سجلت معاكي من اسبوعين ومشينا كنت متوقعه نيجي تاني؟ كان عندك ثقه وبتراهن ان الناس دي مخلصه وهتيجي فعلا؟ ده حاجه تساعدنا يعني. والله كنت واثقه فيكم، كنت قادرين تساعدونا يعني وتجيبوا لنا كل حاجه اللي احنا عاوزينها. اتكلمت معاكي وقلتي لابوكي وامك رسائل الناس كلها اتكلمت عنها في الحلقه بمنتهى القلب والحب، ورسالتك اثرت فينا كلنا، وقلتي نفسنا نشرب ميه ساقعه. كان نفسك في ثلاجه؟ كان نفسي في ثلاجه، لو مش عندنا ما كنتش قلت لك، عشان احنا ما عندناش هنحط الطابور عند الجيران اصلا، وما عندناش تلفزيون برضه ولا سرير. بقدر شايف عدد الاطفال يعني حوالينا جناين ويعني في حشرات. ممكن لو اي حد شافها هيصرخ. يعني كنت بتحطي الاكل عند الجيران عشان ما فيش ثلاجه، وكنت بتناموا على الحصيره والقعده دي علشان يبقى ما فيش سرير. ما فيش سرير ولا ثلاجه ولا غساله نحصل على ايدنا هدوم العيال دي. طب ايه رايك قبل ما اكمل مع ماما وبقيه اخواتك نقول السرير والثلاجه، نفرح مع بعض ونسمع زغروده؟ طب يلا بينا يا سخيا الماء نجيب السرير والثلاجه. هاتوا لنا كده هنا الحاجات هنا لو سمحتوا يا جماعه. مبسوطه؟ مبسوطه. مبسوط؟ مبسوط. هنشرب ميه ساقعه النهارده؟ وانت مبسوط؟ ايوه مبسوط، وفرحتهم اكتر كمان لما يلاقوا فلوس يتكسبوا. ده احنا هنكسيهم النهارده بلبس العيد كمان، والسيده ميرفت عبده ما شاء الله الدعم بتقدمه لكل الناس، وهنجيب لهم كمان كسوه العيد النهارده. يا جماعه خدوا بالكم، يعني زي ما انتم شايفين معايا السيده الفاضله ميرفت عبده، جبنا السرير وجبنا الثلاجه، اسره مكونه من 9 افراد حلمهم واحنا النهارده 14 رمضان. يا ترى العيد كان هيجي علينا ازاي؟ يا ترى وانا محتاجه اجيب كوتش في رجلي واجيب تيشيرت واجيب بنطلون هعمل ايه؟ اعتقد دايما رساله سخيا الماء للتنميه بتتاكد بفعل الخير. دي مبالغ يعني كده مقدمه من مؤسسه سخيا الماء للتنميه والسيده ميرفت عبده، بمناسبه العيد نقدر نجيب لهم الكسوه، وكمان موجودين الثلاجه والسرير. ما فيش حاجه اسمها ننام على الارض، ما فيش حاجه اسمها ما فيش ميه ساقعه، واكل عند الجيران. ايوه ماشي يا باشا. ايوه وشكرين لكم خالص، مش شاكرين لك خالص يا باشا، ومش شاكرين السيده ميرفت عبد سخيا الماء طبعا، يعني مؤسسه بتاكد الدعم. شكرا لها خالص اللي ساعدتني وعملت لي لبت لي حته الثلاجه لعيالي احط فيها حته الطبيخ. طب لو انا قلت بقى في كلمه سريعه كده، كلمه واحده لمؤسسه سخيا الماء اللي النهارده ربنا جعلها سبب تفرحنا واحنا النهارده 14 رمضان، تقولي ايه؟ شكرا سخيا الماء. شكرا سخيا الماء. شكرا سخيا الماء. واحنا كلنا من قلبنا بنقول شكرا سخيا الماء، لان الناس دي فعلا فرحت ناس كانوا قوي محتاجين الفرح. الفرحة عمرها ما كانت بحاجة بسيطة، ثلاجة ولا سرير ولا مرتبة أو حتى بفلوس ودعم مادي، الموضوع أعمق من كده بكتير. الموضوع يبان قدامنا بسيط، ولكن شوف أسعد أسرة مكونة من 9 وأب وأم. تعليقك يا شيخ أحمد. تعليقي إن عجبني جدا كلام البنت ملك دي. ملك دي لو اهتمينا بيها أنا شايف إنها هتبقى نبغة. أنت قالت في التقرير الأولاني كلام كمان عميق. لا قالت كلام، بصراحة تأثرت جدا بكلامها، كلامها جميل وكلامها عاقل ورزين، وبتحس إن هي زي ما بيقولوا كده عقلها سابق سنها. أنا عايز أبقى حاجة عشان إخواتي وكده، فدي يعني إحنا دي حاجة زي كده يعني لازم إحنا نهتم بيها، وبفضل الله بفضل الله. طبعا الحاجات اللي أنتوا شفتوها سواء كانت ثلاجة أو سرير، دي حاجات بس عشان ديت أمس الحاجة اللي هم عاوزينها، لكن خلي بالك مؤسسة سخيا الماء وعدتهم إن هي هتعمل لهم البيت ده بإذن الله تبارك وتعالى زي التقرير
التقارير اللي احنا شفناه قبل ده، الحاجة اللي هي زوجها تعبان وعندها 3 أولاد وبتعمل لهم الفطار فول نابت في حلة على شعلة مولعة عليها. ان شاء الله بإذن الله. دايما مؤسسة سكر الماء يا جماعة بفضل الله ثم بفضل جهودكم وتبرعاتكم وإسهاماتكم وتواصلكم مع المؤسسة هنعمل الأحسن بإذن الله، لأن هي مؤسسة سقيا الماء تعمل من أجل الإنسان. فالبيتين دول للتقارير اللي احنا شفناهم دول هنعملهم في أسيوط بإذن الله، وفي أقرب وقت هنقول لكم إن احنا أنجزنا البيتين، بس محتاجين تواصلك مع المؤسسة. وادي الرقم موجود على الشاشة 012-046-727، تواصل علشان يصل خيرك وتفرح الناس دي. أنا عايز أقول لك على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. واعتقد السرور بنشوفه ممثل في يعني الفرحه والهيصه اللي بنشوفها في تقاريرنا، وببقى دايما حريص مع البرنامج والمؤسسه ان انا انقل للناس صورناهم وهم في ظروف عايزين يشوفوا الفرحه. فاعتقد واحنا بنلبي طلبهم بالظبط، ما هي دي الفكره، دي الفكره ان احنا لازم طالما حد محتاج احنا لازم نقول له اللي انت عاوزه هنجيبه. انا عايز اقول لك ان بكره لغايه يوم الاربعاء برضو كل اللي صورنا معاهم انا مكمل كل يوم معايا تقارير مكمل بنفس المعنى، كلها حاجات تفرح، لان انا باكد للناس دايما ان انا بوريك المصداقيه وانت بتطلب كمان وانا انفذ لك الطلب عشان الناس يبقى جسر ثقه دايما بيفضل كبير. انا فقرتك معايا الناس بعت لي رسائل ودي بتبقى امانه، فقبل ما وقتنا يداهمنا تحياتي ليك وللشيخ احمد بارك الله فيكم. سؤالي: وانا بصلي لازم اعلي صوتي شويه علشان افضل مركزه في الصلاه وما استرحش، وكذلك قراءه القران، هل يجوز لانني امراه؟ يجوز، يجوز الصلاة الجهرية تصلى جهريا لكن تسمع نفسها فقط، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، خدت بال حضرتك يعني مش صوت عالي قوي لكن تسمع عادي ان تسمع نفسها عشان ما تسرحيش، مجرد تحريك اللسان وانها تسمع نفسها، هذا تعريف القراءة. السؤال الثاني من الاستاذ احمد: ممكن اسال فضيلة الشيخ لماذا سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة؟ هل لانها تكملة سورة الانفال كما يقال؟ لا لا، التوبة لم تبدأ بالبسملة لأن البسملة فيها رحمة الرحمن الرحيم، والتوبة فيها فطح للمنافقين والمشركين، فلم تأتي التوبة فيها بسملة لهذه العلة كما قال العلماء. يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه رحمة، لكن التوبة تحدثت عن المنافقين وفتح أمر المنافقين اللي تخلفوا عن غزوة تبوك أو كان لهم موقف ضد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك 9 هجرية، فلم يتناسب ذكر الرحمة مع حال المنافقين الذين أظهروا عداءهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني سؤال أخير قبل ما أختم معاك يا شيخ أحمد: فضل الصدقة كان في يعني منتشر الفترة الأخيرة وناس بتناقش كتير إن المتصدق فضل زي الشهيد، وفي آيات قرآنية صريحة أو نص آيات بتقول هذا الكلام، حابب أشرحها معاك كده في 30 ثانية قبل ما نختم. والله في لمحة طيبة قوي في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن ثواب المنافقين في القرآن وعن أجر الشهداء، في 2 فقط أجرهم إن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة، المنفق والشهيد. المنفق لقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الشهداء قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعدم الخوف وعدم الحزن جاء عند الحديث عن الشهداء وكذلك عند الحديث عن المنفقين والمتصدقين. المنفق والمتصدق يساوي أجر شهيد، ودي أعتقد يعني عظمة. لا خوف ولا حزن، ما يخافش ولا يحزن، ربنا وعده بهذا. لا تخاف ولا تحزنوا. في نهاية حلقتنا بشكر جدا جدا فضيلة الشيخ أحمد علوان، أنا عارف أن الفقرة معاك دايما بتعدي بسرعة. أنا بس عايز قبل ما نكتب الحلقة معلش في 10 ثواني، الحالتين اللي احنا عرضناهم والبيتين اللي احنا عرضناهم دولت احنا هنعملهم، عايزين الناس تتواصل وعايزين نفرح الناس دي، وفي أقرب وقت إن شاء الله بعد العيد نقول لكم إن احنا عملنا البيتين للأسرتين في أسيوط إن شاء الله، ونفرح معاها ونصور معاها واحنا بنفرحهم بعمل البيوت إن شاء الله. شكرا بشكرك جدا الشيخ، الله يبارك فيك. في نهاية حلقتي تقبلوا تحياتي، هاني عبد الرحيم، أشوفكم بكرة إن شاء الله، واستمرار لإنجازات مؤسسة سقيا الماء مع برنامج أحلام مواطن ما بين العمل الحقيقي وتقديم الإنجاز وفرحة الناس، أعتقد مشاهد تستاهل تنتظرونا، أشوفكم بكرة إن شاء الله.